أكيد اليوم هو إحنا كل أحد هو عندنا عيد قيامة. اليوم مميز لأنه يقع في أسبوع الآلام. هذا الأسبوع هو أسبوع مكثف بالمعنى وبالأفعال النبوية اللي يقوم بها يسوع. إذا ما قدرنا نفهم حركات يسوع بالشكل الحقيقي الداخلي ما راح نفهم ليش احنا هنا اليوم، وكأن يوم عادي هو. الشيء المهم اللي لازم نركز عليه أكيد إنه لما نقرأ النص دائما نغمض عيننا ونسوي الشيء اللي يسوي يسوع، مو حتى بس نقلد، وإنما حتى مو نعيد الذكرى. هذا أهم شيء، مو صحيح يلقى على رأسنا إحنا دائما إنه نعيد ذكريات. بس إحنا مو كنيسة ذكرى، إحنا كنيسة حاضر. جبران خليل جبران يقول الذكرى شكل من أشكال الوجود، بس احنا مو ذكريات، احنا مو نسوي هالحركات حتى نتذكر يسوع. لا، ذاكرتنا زينة، الموضوع هو أعظم من الذكرى. قال هذا يسوع وقال اصنعوا هذا لذكري، بس مو لذكري لتذكري، بل ذكري حتى نذكرك، حتى دائما انت على لساننا، مو بس بأفكارنا ومو أحداث معينة هي اللي تخلينا نتذكرك يا رب. إذا أنت حي في داخلنا فلساننا هو اللي يذكرك، مو بس عقلنا اللي يتذكرك. ولهذا مرات كثيرة المسيحية لما تتعكز على فكرة الذكرى راح شو يصير بها؟ راح شوية شو يصير؟ يصير shaking the foundation، مثل يعني هزل الأسس. ولهذا اليوم شبابنا ما هالقد مؤمن، لأنه استلموا من أبوهم وأمهم ومن كنيستهم بأنه إحنا كنيسة ذكريات، مجرد ذكريات. لا، ديروا بالكم، هذه أريد أعير انتباهكم بها، إنه إحنا كنيستنا كنيسة الحياة، ولازم إنه نذكر يسوع مو بس نتذكر يسوع. ولازم هذه الأحداث اللي إحنا نجسدها هي تخلينا في جو الحدث، بأنه ما زال السعانين يشتغل في كل سنة، بالمعنى أنه كل سنة هي حياة جديدة، هي عمر جديد، هي فرص جديدة، هي عهد جديد، وهي سقطات جديدة أيضا. فاليوم لازم نفهم هيك السعانين، ونفهم هيك كنيستنا وإيماننا، وإيمان حي، حي هو الرب. يقول الكتاب المقدس المؤمنين أموات. اليوم راح نشوف هناك علاج للموت، السعانين علاج للموت، السعانين ومصالحة مع آلامك، مع صليبك. ولهذا احنا الصليب ابد ما كان في يوم من الايام فقط مجرد أداة ألم، وانما أداة خلاص، لانه يسوع المسيح يركز على حياتنا احنا، كل واحد موجود بينا بالكنيسة، وكل واحد دي يسمعنا بالقداس، انه القداس لكم، وانه القداس وانه المسيح قدم الحياة كلها لنا، لنا حتى نتأمل كل حقبة من حقبات حياتنا. احنا معدنا كل واحد بينا سعانين، وكل واحد بينا عنده خميس فصح، وكل واحد بينا عنده جمعة أليمة، وكل واحد بينا عنده قيامة. وشوفوا هذا الأسبوع هو أسبوع الحياة المقدسة، ولازم نعيش غمارة في كل لحظة. فإذا هنا فكروا دائما من تقرون كلمة الله، عيشوا الحياة وشوفوا الكلمة شقد حية وفعالة وتخترق قلوبنا، وأبد ما ترجع فارغة. هذا الكتاب المقدس يقوله. أما إذا إحنا شعب ممارسات ذكريات، فإحنا شعب راح نموت، وأولادنا والأجيال الجديدة ما راح يديرون بال الذكرياتنا. اليوم طقسنا لازم يكون حي، اليوم كل أفعالنا تكون حية، حتى أولادنا يجون الجينيريشن الجاية راح تجي وتكون من دهشة لما يحصل ولما حصل لأجدادنا وهالإرث العظيم. بس إذا نسوي كل شيء ذكرى، فإحنا راح يصير بينا راح نسوي مثل ألبوم الصور اللي موجود، إيش وقت ما عندك ضيف تجيبه وتقول له باع إيش قلت شنت شباب. حرامات إنه إحنا نكون ممارسة ليوم واحد. لا أخوتي وأخواتي، أنا ما باوع على هالموضوع من جانب كنسي،
أنا أباوعة من جانب كتابي حي حقيقي وبعدين أدخل بالكنسي، إنه أباوع شون يسوع دخل بالسعانين أنا ما أدخل وياه، وأنا من أكشف الأمور الموجودة بداخلي، وأنا من أتصالح مع صليبي وآلامي وخبراتي الأليمة، وبعدين أروح أنا على الموت ومن ثم أقوم مع يسوع، وبعدين أجي أحتفل بيها بالكنيسة ويا أخوتي وأخواتي. ذاك الوقت راح تصير بعد بيها طعم أعظم، لأنه كل واحد بينا عنده سعانين مالته. المشكلة أخوتي وأخواتي إنه إحنا ننطي هوشعنا، هوشعنا هي الكلمة المميزة في السعانين، ولكن هوشعنا أعطيت بالكذب ليسوع. شعب أخوتي وأخواتي لما رأى يسوع الذي يأتي إلى أورشليم ويدخل دخول الملوك، لكن الشيء المؤلم إنه هذا الشعب الذي قال هوشعنا، وهوشعنا تعني يا رب خلصنا الآن هسة، لا تتأخر لأنه تعبنا وفاض بينا. هاي هوشعنا، هوشعنا هي مديح وهي صرخة استنجاد. هوشعنا لابن داود، ابن داود يعني الملك، هذا مديح. بس هوشعنا يعني ترى تبهذلنا، ترى انسحقنا، ترى الرومان دمرونا، وانت دا تسوي عاجب، وانت دا تقول اني ودي يحجون عليك، يلا هوشعنا خلصنا الان، لانه احنا الان لقد شنو وصلنا، وصلت المشاكل اللي خشمنا. الرومان تعرفون عندهم مبدا يسحوه باكس رومانا، باكس رومانا باللاتيني يعني شنو؟ يعني السلام الروماني. بدا من القرن الاول والقرن الثاني، القرن الاول والقرن الثاني شي يقولون باكس رومانا، يعني احنا احسن سنين عاشتها روما والحضاره الرومانيه ومجد الروماني بهالقرنين. ليش؟ قالوا السلام الروماني شنو هو؟ انه نخلي ايدنا على المحتلين، نطيح حظهم، ما نخليهم يحجون، ذاك الوقت احنا بسلام. شوفوا هذا السلام بسبب شنو؟ بسبب ايد عسكريه واسلحه خلت الشعب اليهودي كله يسكت، يخاف من روما المحتله. بس يسوع اجى ملك، باعوا عكس باكس رومانا، ضرب الباكس رومانا، ضرب السلام الروماني، لانه السلام الروماني كذاب. انما السلام المسيحاني هو انه اجى كملك متواضع راكب على التان وحمار، واجى. شوفوا هنا كل مقتضيات الفكر والحضارة الرومانية والديباجات الرومانية اجى يسوع ضربها، اجى بسلاح آخر هو سلاح الحب. أخوتي وأخواتي سلاح الحب، الحب يقف أمام عدوين مهمين هما الخطيئة والموت. يسوع جاي بهالترسانة بهالمعاني اللي هي الرمزية الكتابية، ناس ما تفتهم، بس لا تفتهم انه سوى عجيب هوشعنا. بس هذول الناس اخوتي واخواتي بس تأملوا، ان شاء الله ما يشبهونا، بس هذول اول ما دخل يسوع قالوا هوشعنا لابن داود، عظموه وصرخوا صرخة النجدة على مود ينقذهم. احزبوا احزبوا من الاحد للجمعة، الجمعة نفس الناس قالوا على يسوع اصلبوه. شوفوا الأحجية واللغز، من الأحد للجمعة ست أيام، وهذا رقم الإنسان، رقم الشيطان هو ثلاث ستات، الإنسان رقم ستة بالكتاب المقدس، تفهمون؟ إذن الإنسان بإمكانه أن ينقلب يصير شيطان بست أيام، إنه الإنسان ما يقدر يثبت على مبدأ. الشيطان أبد ما يريدك تثبت، دائما الشيطان يريد يسوي لك شفتين. منا أنا أنت من هالرحلة، هالرحلة إحنا لازم رحلتنا تكون بالعكس، من أصلبه إلى المجد لك وهالليلويا أنت هو إلهي مخلصي. شوفوا الشعب السوى من خلصنا يا رب الآن يا ابن داود إلى أصلبوه، أصلبوه هذا، وقاموا يتفلون بوجه ويأذوه. هذا شوفوا هاي ست أيام، بالمعنى الإنسان خطاء، معنى الكل خطأ وأعوزهم مجد الرب يقول قديس بولس. فإذا إحنا المشكلة الكبيرة والسؤال الخطير إنه يا مسيح ويا مسيحية لا تنطون هوشعنا مزيفة كذابة من وراء خشمكم، أعداءكم هواية، كرهكم هواية، حقدكم ونميمتكم أمور كثيرة، وجايدة تقول هوشعنا هوشعنا هوشعنا. لا،
يريد هوشعنة تطلع من القلب، ويريدها مسلك حياة، وليس مثل هؤلاء الناس الذين انقلبوا في ستة أيام. ومشكلتنا الستة يا أخوتي أبد مدى ننقلب للسبعة إلا بقيامة يسوع. يسوع قام وبعدين اطانا اليوم الثامن اللي هو الحياة الأبدية. دائما رقم سبعة هو القيامة، ورقم ثمانية دليل للشنو الحياة الأبدية. يسوع يدخل في قلب المعمعة هذه الإنسانية، تشوفوها in human perspective، تشوفوها من الفكر الإنساني. يسوع فشل، يسوع لحد الآن فشل، يسوع ضيع وقته وجهده. هذول الناس كلهم اللي اشتغل عليهم ما يسوون فلس كانوا. حتى تلاميذه اللي هم وياه هواية عفو، ما بقى بس يوحنا الحبيب، حتى يوحنا الحبيب من بعيد. يسوع لاقى يعني تعاسة كبيرة، إش قد اشتغل، إش قد كتر روحه، لكن إش قد صعب إن الوياك ما يحس بالشغل اللي تشتغله، ويطالبك أكثر ويخليك ضمن ميزان، وهذا الميزان مضحك. تلاميذ يسوع خلوا يسوع ضمن ميزان إنه هو المسايا، هو العظيم، ولهذا يهوذا وبطرس يبتعدون عنه وينكروه. ليش؟ لأنه معقول هذا يقول أني المسايا، أني عندي القوة الخلاص، أني ابن الله، أني الجوهر الإلهي. بعدين نشوف هيك يسوون بيه اليهود والناس يشمرون عليه، بلا ما يشمرون سعف النخيل، تشوفون بالجمعة العظيمة يشمرون عليه أي شيء يؤذي. فشوفوا هنا ما يبين شيء إلا أنه عظمة يسوع، ولكن تعاسة البشرية. البشرية لا تعرف شنو معنى شنو الأمانة والإخلاص والتفاني. وللأسف الشديد يسوع ارتضى أنه يدخل في نطاق ومقياس بشري. ما دام أخذ جسدنا، ما دام أخذ هذا الدم واللحم والعظم، فإذا هو لازم يقبل بأن البشرية الحولة راح تهينه. ليش؟ لأنه بشريتنا ما تريد ناس عندهم مبادئ. اليوم بشريتنا تجي على أي واحد يقول لك يلا سوي حالك حال البقية، لا تدير بال، ربك هو يغفر لك، صلي، انطي فلوس تمسح خطاياك. لا عزيزي، اليوم أنا سعانين هواية أمور يعلمني أنه إذا باوع من النظرة الأرضية أنا أشوف يسوع فشل، لكن إذا باوع من عين السماء وأشوف ذبيحة يسوع الخلاصية، وباوع من خلال عيون فصحية ما بعد القيامة، أباوع هذا الحب اللي عكسه يسوع لهذه البشرية، عكسه حتى يضرب الخطيئة ويضرب الموت. أهم اثنين موجودين بحياتنا. أنتم ما ميتين، إحنا ما ميتين. كذب إخوتي وأخواتي. يقول القديس بولس أجرة الخطيئة هي الموت. فإذا إحنا ما دام عندنا خطيئة فإحنا ميتين، نحتاج الحياة، والحياة من يسوع. يسوع إجا في طريق شنو؟ في طريق أورشليم، هو طريق حياتنا، وإجا دا يخترق، ودا يخترق بتواضع. فهنا لازم نعرف أنه إحنا مو بعالم أمين ولا بأمان، عالم يعج الشك. إخوتي وأخواتي، العقل والعاطفة هم المهمين. اليوم العاطفة مسلسلات، اليوم الكل يروح وراء المسلسلات. ليش؟ عاطفة، ما عندنا عاطفة. كثير مشاكل تصير من وراء المسلسلات. ليش؟ لأنه يقدموا لك فت حياة، يضخوا لك فت حياة بأنه تباوع على هاي المرة، تباوع بالمسلسلات، تقول وين هذا الزوج، هاي وين زوجي. شكوا نقص بالبيوت يدخلوا بالمسلسلات يريحوهم، حتى شنو؟ حتى يبقون يأكلون من هالعاطفة. ما دام عندك نقص عاطفة ويا زوجك، راح تروحين على المسلسلات تشبعين هذه العاطفة برؤية العلاقات الموجودة في داخل المسلسل. وهلما جرن علاقاتنا كلها عاطفة، بيوم وليلة صاروا حبيبات، صديقات، ساعتين بالتليفون. هذول الحبايب، هذول اللي واحد يحب الاخ يقول له أنا أفتح التليفون وهي تفتح التليفون، نفتح الفيس تايم، أخ حتى من أبقى أشوخر هي زين. هذا وين ورا الزواج؟ دخلت شوخر انت اذا ما شمرتك قالتك روح نام بالقراج. عاطفه قبل الزواج شكل وبعد الزواج. مو الكل، ولكن يعني تشوفون انتم مستويات العاطفه تنزل. اول بدايات العلاقه انا هوايه، اول ما بديت شغل بالكنيسه جوي شباب، وانا اقول
قلت اروح انا واسوي شوي، بعدين شوف بس صارت مشاكل، صار شويه شلنا الاتنشن من عنده، بعد ما يجي بسنه حسنه يجي عاطفه حرامات. لما يجي واحد للكنيسه يشتغل لا يباوع لا على قس ولا يباوع عليه، بس يباوع على الصليب حتى يبقى يشتغل. انا دا اشتغل لك يا رب، ما دا اشتغل لاي احد اخر. لو وصلنا للحقيقه ما نخسر وما نضيع وما نقعد نحكم. ليش؟ لانه ما عندنا العاطفه، العاطفه قاتله اذا وحدها ما نقدر نشتغل عليها. وحتى يسوع نفسه عمدها العاطفه على الصليب، خلاها بقوه. العاطفه كلها ميعان، لكن لما يجي الصليب يقوي العاطفه، يسويها عاطفه حقيقيه خلاقه تثمر. فاذا عالم ميت على العاطفه، جوعان عاطفه وعقل. وشوفون العلم هسه شو مأثر علينا، مبهذلنا العلم، يومية إنجاز، يومية شغلات، بس شنو ما دي يحترم، شوية العلم دا يمشي ودا يقول أنا ما دير بعد للأفكار والأخلاق المسيحية، أنا أمشي بطريقي. وجماعتنا اليوم حايرين، يمشون ورا العلم لو يمشون ورا العاطفة، مدى نفتهم. فباعوا هنا لا هذه ولا هذه خلاصنا. يسوع يعلمنا اليوم شيء واحد، لا عاطفة ولا عقل، هذول اثنينهم حذاءين تمشي بيهم، هذول أحذية تمشي بيهم بحياتك، بس دير بالك تخليهم على راسك. ما حد يخلي أحذية على راسه. الله انطانا ملكة فهم وملكة إحساس. شوفوا يعني عقل وعاطفة، هذول رجليناتك اثنينهم، أحذيتك امشي بيهم بالحياة، مشي حياتك، بس دير بالك من توصل لهنا لي فوق للسمو اشتغل على كلمة الله اللي هي أعظم من عاطفة وأعظم من عقل. هي فد شيء يدخلك في غيوم الله. باعوا هنا القديس بولس في رسالته الثانية إلى تيموثاوس إصحاح الثالث آية 15 ركزوا عليها، يقول وإنما هذه الكلمة، شوفوا كلمة الله، كلمة هذه قادرة على أن تجعلك حكيما بخلاص ربنا يسوع المسيح. لا العقل ولا العاطفة، خلوها ببالكم. يسوع صعد امتهن العقل وصعد على جحش. الملك يجيب خدم وحشم، لكن يسوع اجى على جحش. يا ترى، وكو واحد لاهوتي سأل هذا السؤال، قال يا ترى لو اجاكم يسوع باكر انتو بالبيت ودق عليكم الباب وراكب جحش راح تؤمنون بي؟ ما تعرفوه، لان العقل غير راسنا. ولهذا اخوتي واخواتي شوفوا هنا يسوع لا يدير بال للعاطفة ولا يدير بال للعقل، وإنما يحقق فيه كلام الله. ليش دا أقول لكم قديس بولس شلون يحكي؟ في فيليبي الإصحاح الرابع آية 13 يقول، يقول دير بالك أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. لا العقل ولا العاطفة تقويك، لا أهلك ولا قرايبك ولا أي واحد يقويك، إنما يسوع وكلمة الرب. هذا اللي يحكي القديس بولس، يقول أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. فلا تعتمد على الناس ولا تعتمد على تصفيق الناس، مديح الناس، أي شيء يسوي لك يا الناس، هذا شنو يزاد لك. أهم شيء اطلبوا ملكوت الله وبره والباقي يزاد لكم. ملكوت الله وبره هو أعلى من قوت عاطفتك وعقلك. فديروا بالكم تدخلون هالأمرين في إيمانكم. إيمانكم لازم يتأسس على كلمة الرب، كلمة الرب التي لا تقبل الشك. يا أكون وياك يا رب، لا يا أنا أبتعد عنك. ما تصير أنت شنو هالف هارتدلي، نص ونص، قلبك اليوم بالكنيسة شكل وبرا شكل. تجي مسيحي أنت بمكان العبادة تصير مسيحي، برا بالخفية تصير وحش وتحكي على العالم وتأذي العالم. هنا يسوع يعلمنا في السعانين أنه نمطي شنو هوشعنا حقيقية. كل منهج حياتنا يبدي يتغير، يبدي يتعمد. ليش؟ لأنه يسوع هو خلاصنا، هو إلهنا، هو ملكنا. شوفوا أخوتي وأخواتي، أكو فد شيء أيضا يركز عليه القديس متى في هذا النص. الجحش أو الحمار شو يصيحوا؟ قبل كان الجحش يقولوا له أو الحمار يقولون سمعه ثقيل، مو بس انتبهوا إلي، اللي يسمع ثقيل يصيحوه يعني يوصفوه بهاي الصفة. شوفوا إذا تقرون النص هاي للمرة الـ 12
كاتب الإنجيل متى يقول ويذكر كي يتم ما قاله النبي 12 مرة، وبعد هاي الحادثة راح يقولها مرتين أيضا، قول 14 مرة يذكر القديس متى إنه هذه الحادثة شنية موجودة بالعهد القديم ويتم وتتم النبوءة، بالمعنى إنه يسوع ما يسوي شيء من كيفه وإنما هي إرادة الله. ليش؟ لأنه زكريا النبي في العهد القديم الإصحاح التاسع يقول يا أورشليم هو ذا ملكك آتيك متواضعا راكبا على جحن. باعوا هنا شوفوا مهم جدا أن تركزون عليه. إحنا هنا نجي حتى نسمع كلمة الله، أوكي؟ دائما ركزوا عليها. زكريا 9 يقول جملة عظيمة ديروا بالكم عليها، يقول هو ذا ملكك آتيك، شنو بين قوسين؟ منتصرا متواضعا. متى شال منتصرا؟ لاحظوا هنا متى شال منتصرا، بقى بس متواضعا. ليش اخوتي واخواتي؟ ليش؟ لانه متى يباوع انه العظمه في عيون يسوع هي في الخدمه، ولهذا شال منتصرا، ما يريد يحكي على انتصار يسوع. اليوم احنا كلنا تشوفون تسمعون كرازات كل الكهنة راح تشوفون بأنه راح يقول لك يسوع اليوم دخل دخولا انتصاريا، أما أنا أقول لكم لم يدخل يسوع دخولا انتصاريا، يسوع دخل دخول جنائزيا. يسوع رايح دا يموت، واحد دا يروح على الموت، الناس ما تدير بال، هي هللويا أوه شعنا، بس يسوع أكو هواية أمور بداخله دا براكين دا تنفجر. ما كان فرحان يسوع بالمعنى اللي انتم تتصوروه، هسه لو نخليكم على حمار، لو نخليكم على حصان وندخلكم بالش اسمه بالكنيسه، لو ندخلكم في مكان راح تشوف نفسك هيك ماكو هيك اعلى من الكل، الناس كلها تتباوع عليك، فتصير عندك احساس يعني بالانا. بس يسوع لا، ما كان عنده شيء، ما كان دخول انتصاري اخوتي واخواتي. ولهذا متى شال كلمة منتصرا من نبوءة زكريا، بقى بس متواضعا، لأنه يسوع في حياته ركز على العظمة، هي قمتها في الخدمة، في الانصهار، في الذوبان بنعمة الله، مو بالشنو، مو بالأنا، مو بالأسماء نخلي بالحيطان، مو أعلن اسمي، مو صفقولي لأنه سويت هالشي، رجاء أبونا أنا أريد أكون موجود، لا مو هذا، وإنما بشنو الانغمار. يسوع دخل في غمرة حنان الله وآلامه. ولهذا أخوتي وأخواتي لاحظوا الانتصار يذكر بالشكل الحقيقي فقط في سفر الرؤيا، هناك الانتصار النهائي للحمل. أي وش تقرون الكتاب المقدس وتعرفون أن سفر الرؤيا هو سفر انتصار الحمل في السماء، وهذا هو النصرة اللي احنا نحكي عليها. هاي هي شعانين الحقيقية، هي وين؟ في سفر الرؤيا لما الحمل ينتصر. فإذن أخوتي وأخواتي اليوم إحنا محتاجين شيء مهم، وأنا أتمنى حتى أترككم بسلام. أكيد الشعانين نحتاج أنه نوظفها بحياتنا. ما هو حدث؟ ما هو حدث بس نستذكره وانتهت؟ أنا أشوف بالشعانين فد شيء عظيم. أول شيء نظرة يسوع، يقول متى، يقول لقد اهتزت أورشليم. شوفوا يسوع ترى كل شيء ما عنده غير الحب، بس هل الأورشليم ليش؟ هذا بس سؤال أسألكم، ماذا قالوا أهل أورشليم؟ قالوا من هذا؟ يؤسفني، يؤسفني أن أقول هذا السؤال. قمنا نسأله اليوم لأنه نسينا يسوع، اهتمينا بالسياسة والأخبار أمور كثيرة ونسينا هو ملك العالم، هو إله الحياة. شوفوا باعوا، ركزوا عليها، من هو هذا؟ واليوم أنا لازم أعيد وأشرح يسوع منه، سوري عذروني، بس الشيء اللي تعلمتوه نسيتوه من التعليم المسيحي وانتم كنتوا صغار، هسه الدنيا أخذتكم وودتكم، نسيتوا كل شيء. لازم نرجع من البداية، نقول لكم من يسوع. رجعنا إلى أهل أورشليم وصرنا أتعس من أهل أورشليم،
ولازم احنا هم نطلع ويا اهل اورشليم ونصيح ونقول هوشعنا لانه نسينا يسوع. يسوع غريب علينا اخوتي واخواتي. انا اليوم اشوف يسوع غريب. مع العلم هو ملك الحياه. تتذكرون من دز الاثنين ايش قال لهم؟ قال لهم روحوا جيبوا لي اللي راح تشوفون حمار واتان وتجيبوا لي اياهم وجحش العفو. اذا واحد سالكم شوفوا هاي الجمله اي ويش بس فكروا بيها وشوفوا القمه الروحيه بالكتاب بالروح القدس. اذا واحد سالكم ايش تتسوون؟ منو مالك هذولا؟ هذا بوق؟ هذا بوق هذا؟ منو مالكهم هذولا الجحش ولا شو اسمه والحمار؟ ما سألتوا؟ شوفوهم حلوهم وخذوهم. شو الحكاية؟ ليش ما تروحون على صاحبهم؟ بعدين إذا شافوكم ناس قالكم ها ايش تسوون انتوا؟ ها قول لهم لا الرب محتاج إليهم. بعد جملة هاي ما حد مركز عليها. الرب محتاج إليهم شنو معناها؟ معناها أنه العالم كله ملك يسوع. العالم كله لازم يحقق أغراض الله. أنت وأنت وحياتك وحياة أطفالك وعوائلك وغيرها كلها ملك ليسوع. يسوع محتاجك، يريد من خلالك يبين خلاصة. ما حد يجي يقول أنت شنو يا يسوع تغزو حياتي. لا، أنت لازم تطيع. ولهذا أخوتي وأخواتي الرب محتاج إليهم. هاي الجملة ما سعانين مهمة جدا. الرب محتاج إلينا حتى يكون فوقنا، حتى إحنا نشيله على ظهورنا ونمشي في أورشليم الحياة. اليوم ميشيغان أورشليم حياة. اليوم ميشيغان مليانة دعارة وحشيشة وكل الخطايا والموبقات. اليوم سويتوها كلها طبيعية ما بيها شيء. بس شوفوا باع أقولكم يسوع ما قابل. يسوع يعتبر هذه كلها خطايا. وانتوا لازم ترجعون الى طريقه حتى يبين على ظهوركم وعلى رؤوسكم بانه يسوع فوقنا، يسوع يشوفنا، يسوع يحبنا، يسوع يرعانا. فاحنا اليوم محتاجين الى ان نفهم هاي الجمله اخوتي واخواتي. الرب محتاج لنا، محتاج للكنيسه، محتاج للمؤمنين والمؤمنات ان يرجعون الطريق يسوع حتى يبينوه. ما محتاجكم حتى تكونون اذكياء بالسياسه وش قال بايدن وش قال ترامب. ما محتاج ان نكون اصحاب علاقات دوليه ومعروفين. يريدنا قاده روحيين ويريدنا مؤمنين ويريدنا نراوي لاولادنا ان احنا قديسين. هذا الاب والام هذول اللي لازم يصعد عليهم يسوع ويدخل اورشليم. كل شاب وشابه اليوم محتاجين نرجعهم طريقهم. هوايه من شبابنا ضاعوا وتروحون تطمطمون. هوايه من شبابنا دا يفكرون افكار كلش وثنيه. اليوم محتاجه الكنيسه ان تخلي يسوع لي فوق وتدخل في طريقه، طريق الاهتداء والشفاء. اليوم ما حد يخلينا على الطريق غير الكتاب المقدس، الكلمه اللي تكشف لنا من يسوع في السعانين. يسوع في السعانين هو يسوع الذي يبحث عن العيون التي تنظر اليه. ونظر اليه لاوي الذي وكان جابي الضرائب فسوى عاف الجباية وراح ورا يسوع. قال له الخاطر عيونك امشي وراك لانه عيونك هي عيون خلاصية. نفس الشيء اليوم يسوع على الجحش دا يمشي. يريد احنا المؤمنين اليوم مو هي هوسانا هوسانا صاير هنود احنا، لكن نباوع على يسوع، نباوع على عين يسوع، نشوف وين دا يباوع. يسوع دا يدور على عيون حتهتدي، يدور على عيون مجروحة ويريد يشفيها. بس لا تخلي جرحك يخليك إنسان تبتعد عن يسوع، وإنما تقترب من يسوع. ولهذا هناك واحد من الروحانيين شي يقول؟ يقول جرحك قد يكون نافذة لنور الله. ولهذا يسوع على الصليب انجرح بيده وبرجله، هذه كلها نوافذ نعمة. وضرب في جنبه وخرج منه ماء ودم، على مود تعرف شنو معموديتك وشنو خلاصك. شوفوا كل الجروح تنطق بسلام وبنور وبشمس الله. فإذا اليوم أخوتي وأخواتي خلوا يسوع يدخل، خلوا يسوع يدخل في قلوبكم، يدخل في شعانين قلوبكم، في شعانين حياتكم، يدخل بهذا الطريق الزلق. ولكن بلا ما أنزع لهدومي أو ألوح له بهالشي، يسوع يريد أفعال.
طوبى لكم إذا فعلتم الأفعال اللي الله يريدها. ولهذا نشتغل على هالجانب أخوتي في هذا الزمن المقدس، نبحث عن نظرة يسوع، ويسوع ده يبحث عن عيوننا. افتح عيونك للنعمة، للشفاء، وصدقوني ما راح يخيب ظنكم، لأنه يسوع شوفوا دائما ما حكى كلمة واحدة وهو على الحمار. تعرفون يقول لك ذهب بالصمت، ليس لم يكن مستسلما للصمت، بل كان الصمت هو علامة ثقة بالآب. إيش قد صعب أخوتي وأخواتي إنه باكر يقول لك خلال أنت أسبوع راح تموت، بيك سرطان بعيد عنكم كلكم، بس بيك سرطان، إيش راح تسوي؟ راح تجي تقول إيه هللويا؟ صعبة أخوتي وأخواتي، راح تحزن كثير، راح تودع حياة عظيمة. لكن باع يسوع، يسوع دخل والناس كلها توهمت إنه هو فرحان، لكن هو مقهور على شعب ده يقول هوشعنا بالهوى، هوشعنا مو ليسوع، هوشعنا لأنه هم تعبانين. ديروا بالكم من تكونون تعبانين، ركزوا على يسوع مو على تعبكم. من تحجون ويا يسوع بالصلاة لا تحجون تقول يا رب تعبت، زوجي هيكي، أولادي هيكي، ما أعرف شنو. لا، ركز على يسوع، قول يا يسوع الفادي أسلم لك حياتي، المهم أنا دا أحس بك وانت على الصليب. صلوها وشوفوا السعانين شلون راح يشتغل بيكم، شلون راح تقولون هوشعنا بالشكل الحقيقي. اليوم كنيستنا، اليوم انتم يا مؤمنين الاعزاء، انتم مدعوين القداسة، بس نمشي نبحث عن نظرة يسوع الذي كان راكبا، ونقدم كل خطايانا. اتعس خطية عندكم اخوتي، الله عليكم، اكو بيكم اللي زاني، اكو بيكم الخاين زوجته، اكو بيكم الزوجة الخاينة لزوجها، اكو بيكم اللي باق، اكو بيكم اللي طعن، أكو بكم كل هاي الخطايا، جيبوها وخلوها وخلي يسوع يصعد فوقها. قد تكون هذه أتعس أمور بحياتك، بس خلي يعمدها يسوع، راح تكون نقطة اهتدائك. بس أنك أنت حاوي كل هاي الخطايا وتريد تحوي هم يسوع، أتصور هنا يقول لك يسوع هوب، أكو سعانين، أكو آلام، لازم تنزع كل هدوم الخطيئة وتخليها قدام رجلي حتى أدوسها وأمجد حضورك وأنت تمجد حضوري. فاليوم أخوتي وأخواتي السعانين هو بحث عن نظرة، هو بحث عن المصالحة، هو الدخول في عالم الله الشائك، لكن نهايته هي ازدهار القيامة. آمين.